ويجب مسح أكثر أعلى الخف لا أسفله ولا عقبه، ولا يسن مسحهما. نعم، الخف أو الجورب له أعلى وله أسفل وله عقب، صحيح؟ أعلاه وأسفله وعقبه اللي خلف الظهر، ما الذي يمسح؟ قال أعلاه. طيب كم أمسح منها؟ أكثره. وكيف أعرف أكثره؟ على غلبة الظن، يعني ما يحتاج تدقق. إذا قالوا سيأتينا صفة المس، تبلل يدك وتمسح أعلى هكذا، تمر أصابعك على قدمك، هذا هو مسح أعلى الخف أو أعلى الجور، ما تمسح أسفله. لماذا؟ يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أسفله، وجاء فيه حديث ضعيف لا يثبت، وإنما الحديث الصحيح فمسح على خفيه. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. ليش قال هالكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال لأن اللي تدوس عليه وتمشي عليه الأسفل، فلو كانت القضية قضية رأي يقول امسح اللي توسخ اللي تحت، امسح اللي تحت، لكن الدين مو بالرأي، الدين اتباع. أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى فأمسحه أعلى، ولا يسن أن الإنسان يمسح أسفل الخف ولا العقب ظهر القدم، وإنما يمسح أعلى الخف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.